هي الحياة؟ هل هي اليوم الذي نعيشه؟ أم الغد الذي نحلم به؟ أم الأمس الذي نستحضر ذكرياته؟ سؤال نحاول أن نقترب من إجابته في قصة أربعة شباب لا يأخذون الحياة الواقعية على محمل الجد، بل يهربون من جانبها المظلم المليء بالأمراض والأحزان والخسائر والجهد والتعب، إذ يحسبون أن الحياة ما هي إلا لهو ولعب، فيذوقون عقوبة ذلك بخسارة من وما يحبون لأسباب تبدو لهم منطقية، لأنها مدفوعة بالخوف من تحمل المسؤوليات في المستقبل، ويأملون أن يعود الماضي حتى يصححون أخطاءهم. وحين يقال أن العبرة في الخواتيم، فإن أكثر الخواتيم قوة وألماً وتأثيراً هي تلك المأساوية المحزنة، كما في نهاية أوبرا البوهيمية. الأوبرا، حيث بهاء الكلمة وعبقرية الموسيقى وغناء الفنان وجمال الصورة. أسلوبها الإبداعي مميز برسائل وحكايات من الخيال وواقع الحياة. تعد أوبرا البوهيمية اليوم أحد الثوابت في سجل أعمال الأوبرا العالمية، وواحدة من أكثر الأعمال التي تقدم في جميع أنحاء العالم. تدور أحداث قصتها في العاصمة الفرنسية باريس خلال ثلاثينيات القرن التاسع عشر. أبطالها أشخاص عاديون وحياتهم أيضاً عادية. يمكن وصف هذه الأوبرا بالسهل الممتنع، فهي ليست قصة من وحي الخيال، بل تجسيد لواقع الإنسان العادي الذي قد يلهيه الاستمتاع بتفاصيل وجمال الحياة اليومية عن الجانب المظلم فيها. وهي أيضاً قصة حول الحب والصداقة في عالم ممتلئ بصراعات يومية في درب الأحلام والطموحات المشوب بالغموض والإشكاليات، لتخرج هذه الأوبرا بفلسفة واقعية، التعامل مع ما يحمله اليوم من تناقضات بجدية وقبول ورضا. فلسفة بسيطة في معناها، صعبة في اتباعها، وهذا التعقيد الموجود على أرض الواقع أبدع الموسيقار الإيطالي جاكومو بوتشيني في ترجمته بعبقرية وواقعية. لا يمكنني الإسهاب في التفاصيل لعدم قدرتي على الإيفاء بحق موسيقى بوتشيني العظيمة، فهي سر غامض وقد عم تأثير موسيقاه جميع أنحاء العالم. ما يمكنني البوح به هو أن بوتشيني استطاع بوقت قياسي أن يكتب ألحان الكثير من العروض الأوبرالية المختلفة، فهو موسيقار عبقري، وباستطاعته أن يلحن ببراعة وسرعة متناهية، وهو ما مكن العديد من فرق الأوركسترا من عزف موسيقاه بطريقة مذهلة ومؤثرة بغض النظر عن اختلاف ملاحظاته الموسيقية، ويعود ذلك إلى عبقريته في التوزيع الأوركسترالي الغني. وقد اشتهر بوتشيني كذلك بتبني أسلوب الواقعية في أعماله الأوبرالية الواقعية. في أوبرا البوهيمية يواجه الحب صعوبة كبيرة في النمو، لا سيما عندما يكون المرض أحد العوامل المؤثرة في القصة. تكمن عبقرية أوبرا البوهيمية في التناغم التام بين القصة التي تخبرنا أن الحياة زائلة والإيقاع الموسيقي القصير الذي لا يطول أبدا، مما جعل التداخل بين اللحظات التراجيدية والمشاهد الكوميدية من أهم مميزات هذا العمل،
تماماً كما نرى في مسرحيات شكسبير، حيث يدفعنا هذا التداخل إلى التفكر بقوة في ثنائية حياة الإنسان. لهذا ظلت أوبرا البوهيمية من الأعمال الكلاسيكية الخالدة منذ عرضها لأول مرة في الأول من فبراير عام 1896 على مسرح تياترو ريجيو في تورين. يمكنني وصف البوهيمية بكوميديا الظلام فقط إذا ما اعتقدنا أن الحياة هي عبارة عن كوميديا مظلمة، لأننا كثيراً ما نواجه في حياتنا اليومية لحظات سعيدة ولحظات أخرى حزينة ومواقف عدة، مثل الوقوع في حب شخص ما أو فقدان الوالدين مثلاً، وهذه مواقف طبيعية ولكنها تجلب الحزن، وكذلك فقدان الصديق أو الشخص الذي تحبه، وهذا ما يخلق أحداث القصة. في أوبرا البوهيمية كان وراء كل ضحكة دمعة صغيرة تذرف بكل لحظة، وكثيرا ما نعيش هذه اللحظات في حياتنا اليومية. تنقسم أوبرا البوهيمية إلى أربعة فصول تدور أحداثها في عام 1830 بأحد أحياء باريس، حول حياة أربعة فنانين بوهيميين ناشئين أخذوا الحياة كمسرحية هزلية خالية من المسؤوليات. أبرز أبطال القصة هو رودولفو الذي يقع في حب ميمي، بيد أنه يهجرها بعد اكتشافه معاناتها مع داء السل. بشخصيته الجبانة وغير الجادة، ادعى أن غيرته من تصرفاتها اللعوبة ودلالها الزائد كانت سبباً في عدم قدرته بالبقاء معها. يفترق الحبيبان وتمضي ميمي في حياتها لتتزوج من رجل غني، بينما يستمر رودولفو في هربه من الواقع المحمل دائماً بالفرح والحزن، السعادة والأسى، المفاجأة السارة وخيبات الأمل في آن واحد، إلى أن يأتي يوم يجمعه بميمي صدفة فيستعيدان الذكريات. ولكن المرض قد تمكن من ميمي فتموت في اليوم التالي من لقائها الجميل مع رودولفو. رودولفو لم يكن بطلاً في هذه الأوبرا، فهو كأي شخص عادي نقابله في حياتنا اليومية المعتادة، ولا تربطه مشاعر بأحد، فيجد هذه الفتاة ويقعان في غرام بعضهما، إلا أنه يكتشف لاحقاً بأنها تعاني من مرض شديد، ولم يستطع أن يتقبل هذا الواقع، ولم يرغب بمواجهة حقيقة معاناة الفتاة مع هذا المرض. كان شخصاً جباناً، ونجد الكثير من الفتيان بمقتبل أعمارهم يتصرفون بتهور في حياتهم ويهربون من الواقع. وهنا قرر رودولفو عدم تحمل مسؤولية هذه العلاقة، واختار الهرب ولم يمعن التفكير في هذا القرار. ونحن نسمع الكثير من القصص المماثلة في حياتنا عن أشخاص كانوا متزوجين، منهم من يزعم بأنه ذاهب لشراء السجائر، ومن ثم لا نراهم بعدها حتى بعد مضي 50 عاما. وهذا ما حدث مع رودولفو، فقد هرب بكل بساطة وذهب إلى مدينة أخرى لأنه لم يرغب بمواجهة مشكلة المرض، وهو ما يدل على أنه كان جباناً. وخلاصة القصة أن هذا الفتى لم يعلم كيف يواجه واقع الحياة وطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، وبأنه لا يمكن أن تكون للمتعة فقط، وظهور المرض كان بالنسبة له مثل مسألة إنجاب الأطفال، وهي موضوع جدي في مثل هذه العلاقات، فقرر الهرب. لذا فإن هذه الأوبرا هي نقطة انتقالية من مرحلة الطفولة التي نعيشها بدون التفكير بمسائل كثيرة، فتعيش يومك ولديك المال والطعام ولا تفكر بالغد. ولحظة وفاة هذه الفتاة غير مجرى حياته من مجرد مراهق إلى شخص بالغ.
تبدو قصة البوهيمية عادية لأنها قصة يعيشها الجميع مع اختلاف الشخصيات، ولكن تقديمها على مسارح الأوبرا يجعلها ذات أهمية، حيث يتم إلقاء الضوء على الدروس الحاضرة بشكل يومي في حياتنا ولا نستطيع رؤيتها، كشمس الضحى التي نعرف أنها موجودة ولكن يصعب النظر إليها مباشرة. أعتقد بأن العقدة في أي رواية تؤكد أن الواقع يتطلب عنصر الحوار بين بعضنا البعض، ففي بعض المسرحيات نحن نجسد لحظات عاطفية أو نفسية لمشهد ما، إلا أن ذلك لا يعكس الواقع بحذافيره، ومن هنا تنبع أهمية تبادل الحوار في كيفية عرض هذه المواقف من حياتنا من خلال هذه المشاهد. بالإضافة إلى ذلك، فإن خلفيات المسرح والأثاث المستخدم على المسرح لعرض بعض المشاهد هي مهمة للغاية، إلى جانب جميع التفاصيل الدقيقة بما فيها الأصباغ والألوان والكؤوس والكراسي إلى آخرها، فكل هذه الأمور ترمز إلى شيء معين. أعتقد بأن تمثيل الأدوار يختلف إلى حد ما، لأن الموسيقى تساعدنا كثيراً في أداء الدور، وهو عمل مختلف لأنه يتطلب منا أن نعبر عن كل شيء باستخدام أصواتنا، فلا يكفي أن نقوم بالتمثيل بالجسد أو بالحوار فقط، علينا أن نعبر عن كل المشاعر والأحداث بالغناء أيضاً وبنغمات الصوت المتعددة، بالإضافة إلى السجع المنخفض أو العالي والغناء الدقيق والصياغة الدقيقة، وكل ذلك يساهم في أداء الدور بسهولة. ولكن من الناحية الأخرى ينبغي علينا أن نتحكم بالجسد والصوت في آن واحد كي نؤدي الدور بكفاءة ونوصل المشاعر والعواطف الحقيقية للرواية. وعلى سبيل المثال، عندما نتحدث عن ميمي وهي الشخصية التي أؤديها، هي شخصية جميلة ومميزة بالنسبة لي، فهي ممتعة ومعقدة قليلاً لأنها تحمل الكثير من المشاعر في هذه الأوبرا، وتتحدث عن الحب والفضول، ثم يخيب أملها وتصبح محبطة وغير سعيدة، وفي نهاية القصة ترحل عن الدنيا، فهذه مشاعر مختلفة، ويتطلب دوري أن أجسد هذه اللحظات وأعبر عن كل ذلك بالغناء، وكذلك أن أتقن وأجيد الغناء مع موسيقى بوتشيني الجميلة. أعتقد أن هذه الأوبرا مذهلة بسبب براعة التوزيع الموسيقي لها، وكذلك أعتقد أن أدائي الشخصي لهذا الدور وطريقتي الخاصة في تجسيد الدور والتعبير عن العواطف كان إيجابياً وعملاً جيداً. لهذا أنا أعشق هذا النوع من الأعمال الأوبرالية وأعتبرها عملاً ممتعاً.